بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، انطلق كل شوط جميل، كل شوط مميز هناك بهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. وشوطنا الثامن أو الشوط الأخير بشعاراتي بأصحاب السمو الشيوخ، نتمنى إن شاء الله التوفيق. المركز الأول شاهين، في المركز الأول حمدان بن عبيد بن خلفان العليلي وفي بن رعود العليلي، وفي المركز الثاني هناك هجام وسعيد بن محمد بن حميد بن عواد، وفي المركز الثالث أيضا شهاب وخالد بن حميد بن حارب المهيري، وفي المركز الرابع هناك الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس سالهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم فارس بن مبارك بالقوبة، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن مولع سلطان محمد الملعاي السبي، وفي المركز السابع ايضا هناك وصول محتفل حجاب بن مطار بن سعيد بن حضيرم، وثامن المراكز ارى في هذه اللحظات ريان سعيد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، والمركز التاسع شعر محمد بن سعيد بن حلوه مع مهاجر، وعاشر المراكز هناك حمد بن محمد بن عبيد على اقفاليم ان يقدم الحذر. هكذا كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليكم بالاهتمام، هكذا كان الوصف التفصيلي لانطلاقاتنا الجميله، لانطلاقاتنا المميزه هناك مع الثلاثيه الجميله بن عواد وبن رعود، وايضا هناك بن حارب منضم مع الكوكب الثلاثيه المميزه. لمن هذا والعلم عند الله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس المشاركين على أرضية هذا الميدان. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى شهاب في المركز الأول، خالد بن حميد بن حارب المهيري، أبو عبد الله متابع هذه الانطلاقة الجميلة، أبو عبد الله متابع هذه الانطلاقة الموفقة. النقلة على المركز الثاني شاهين حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العليلي، وفي المركز الثالث هجام سعيد بن محمد بن حميد بن عواد، وأيضا متابع هذه الانطلاقات. ورابع المراكز الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس شوي بعيد عني ولكن أكتفي بالأربع، أنا أكتفي بالأربع. الطريق إلى 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 منتصف هذه المسافة، الطريق إلى منتصف هذا الشوط، يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، شوط جميل، شوط مميز، شوط دائما فيه الشعارات الجميلة والشعارات المميزة هناك تشارك على أرضية هذا الميدان. التواصل ما شاء الله والاستمرارية دائما في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا في انطلاقات هذا اليوم من انطلاقات الإذاعة. ما شاء الله عودة من جديد إلى المركز الأول، شهاب خالد بن حميد بن حارب المهيري، ولكن بن رعود أيضا يقدم شاهين حمدان بن عبيد بن خلفان بن رعود العليلي، وفي المركز الثاني هناك اللي ثالث المراكز غزال غير الى ثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وصلكم شعار نقفري، وصل شعار بن حلوه، وصل شعار بن حضيرم
اللحظات الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية، ونحن دائما مع المركز الأول. نحن دائما مع المركز الأول. يلا يا مهاجر ولا من هناك بشوف شاهين حمدان بن عبيد بن خلفان برعود العليلي. سلام تحية واحترام إلى مالك هذا القعود، إلى جماهيره، إلى محبينه هناك في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق. شكرا يا العليلي، شكرا يا برعود على هذا الأداء الجميل اللي يقدم شاهين على أرضية هذا الميدان. حمدان بن عبيد بن خلفان برعود العليلي وسلام. ما شاء الله، تحية واحترام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الموفق. تهانينا والناموس. المركز الثاني مستمعينا الأعزاء، السيد خالد بن حميد بن حارب بن حيري. المركز الثالث محمد بن سعيد بن حلوة. المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمد بن راشد المكتوم. وفي المركز الخامس شعار أبو عواد. ها هي النتيجة، حاضر المراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة. 6 دقائق 13 7 من الزمن الثاني. تهانينا والناموس.